السلام عليكم، جينا وياكم بحلقة خاصة بالسوفت وير، ويانا جهاز A10. هذا الجهاز مثل ما نشوفه مقفول جوجل اكاونت. طبعا الجهاز الاندرويد اللي عليه 9 الحماية الاولى. راح نراويكم شلون ان اكتب التليفون اكتبه عادية، تخطي التالي ونشبكه واي فاي واضافة واي فاي. هذا الجهاز التالي. طبعا أجهزة سامسونج خصوصا الاي 10 والاي 20 من أقوى الأجهزة أو من أقوى الحمايات اللي متوفرة حاليا. راح نتخطاها عن طريق ثغرة البن اللي هي سيم كارد المقفول. طبعا إذا أول مرة زور القناة، اللي أرجو منك إنه تضغط لايك للفيديو أو تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك جديد إشعاراتنا المتواضعة. مثل منها نشوف الهاتف. هذا الهاتف مثل ما نشوفه أثبت صحة ملكية الحساب. أذكر الأندرويد اللي عليه 9 والحماية الأولى، نتخطاها عن طريق ثغرة السيم كارت المقفول. بنفس الوقت هذه الطريقة مجانية 100%، فما راح نحتاج أي بوكس. تابع وياي. نرجع مجموعة خطوات للخلف. حاليا هاي الخطوات اللي رجعناها للخلف. هذا الهاتف مثل ما نشوف من بعد ما سوينا انسيرت للبن السيم كارت المقفول، نضغط ضغطة خفيفة هنا على مفتاح الباور، وبنفس الوقت يعني راح نسوي اخراج لبطاقة السيم كارت. ممكن مرة مرتين ما تنجح. حتى المحاولة راح نسوي إخراج بطاقة الذاكرة أو العفو لبطاقة السيم كارت. ها بطاقة السيم كارت، راح نضغط موافق، راح نسحب القفل للأعلى، راح نضغط على ضبط الإشعارات و عرض الكل والأحدث على الكل أو الأكثر استخدام الكل. نجي وين؟ نجي للحقل الأخير اللي هو يوتيوب وضبط الإشعارات داخل التطبيق والسجل والخصوصية وبنود خدمة يوتيوب. نعطي قبول متابعة. لا شكرا. فتح ويانا واجهة يوتيوب. فتحت ويانا واجهة يوتيوب. نشوف التنزيلات، نقدر ندخل لبطاقة الذاكرة كل موجودة. حتى نختصر ايضا ما موجودة تنزيلات اخرى ايضا.
بهاي الحالة ما راح نقدر ندخل للبطاقة الذاكرة. اوكي هاي البنود راح اخليلكم بالوصف رابط تحميل التطبيقين. رابط تحميل التطبيقين اللي راح نستخدمهم هما خاصين بالاندرويد 8، بالاندرويد 8 اللي هو اوريو، لكن ايضا يشتغلون على الاندرويد 9. راح اخلي لك الروابط مالتهم اسفل وصف الفيديو. اذا اول مرة تزور القناة اذكرك انه تضغط لايك للقناة وتشترك حتى توصلك جديد اشعاراتنا. الرابط الأول نكتب دبل اتش دبل تي بي اس شارحة سلاشين اي في اي دبل اس مات دوت سي او ام و سلاش ايضا هذا الرابط الاول اف كابيتال بي و 6 جي كابيتال. هذا الرابط الاول نطيقه او الذهاب. ننتظر الرابط يفتح بالكامل. نتخطى الإعلانات طبعا، ننطي ديني أو عدم السماح. أوكي منا ننطي تخطي الإعلان راح ياخذنا للميديا فاير طبعا. مجموعة يعني من التعذيرات راح نضغط كليك this link. نعطي متابعة وسماح بجوجل دخول، نعطي سماح ونعطي منه تحميل. هذا ما يخص الرابط الأول. نعطي موافق منه جاري التنزيل. هذا ما يخص الرابط الأول. الرابط الثاني نفس الرابط الأول باختلاف نكتب الرابط مرة ثانية. طبعا هذا الرابط الثاني عذرا ما صورته، نسيت والله. راح ننزل التطبيق الثاني اللي نحتاجه ونضغط داونلود. اذكر انه التطبيقين اللي راح ننزلهم او نزلناهم ان شاء الله هم خاصين باندرويد 8 الاوريو، لكن ايضا بامكاننا نتخطى بهم حسابات الجوجل اكاونت لاجهزة السامسونج وباقي الاجهزة الهواوي للاصدارات التسعة. نرجع خطوة ونضغط هنا ندخل للتنزيلات نشوف ياها اللي تنزل. طبعا هذا التطبيق تنزل مرتين. راح نثبت التطبيق الاول وننطي اعدادات السماح ونرجع خطوة وتثبيت. هذا بالنسبة لإدارة حساب جوجل اكاونت. انتظر لحظة
تم تثبيت التطبيق. انطيدان نجي للأداة الثانية اللي هي FRB Bypass. هاي ثبت تثبيت اعتيادي. اوكي ننطي فتح ونضغط على هاي الثلاث نقاط اللي هنا الظاهرة فوق، وسوي تسجيل دخول من المتصفح. موافق. بأي حساب تمتلكه جوجل أو جيميل بإمكانك تسوي فيه تسجيل دخول. طبعا انه احنا سوينا تسجيل دخول، راح كتبنا الباسورد بالمرحلة الأخيرة، ننطي تسجيل دخول. حاليا بدنا نشوف جاري تسجيل الدخول. اوكي خلاص، نضغط على الباور ونعطي إعادة تشغيل، وبذلك نكون قد أتمينا عملية تخطي حساب الجوجل أكاونت. يرجع يشتغل الهاتف وأرجع لكم. اوكي هذا الهاتف اشتغل، راح ان اكتبه عادية. موافق التالي وتخطي هذا الامر التالي التالي. خلاص تم اضافة الحساب، ننطي التالي. وبذلك نكون قد أتمينا عملية تخطي الجوجل أكاونت. عذرا على إطالة الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، وراح أخلي لك بالوصف التطبيقات اللي استخدمتهن. بنفس الوقت راح نفعل خيار نلغي خيار الشركة المصنعة الـ OEM لوك، ومن بعدها نزيل الحساب اللي سوينا بيه تسجيل دخول ونعمل فورمات للهاتف. أشوفكم أو تسمعوني إن شاء الله تعالى في مقطع فيديو جديد. مع السلامة.